السلام عليكم خاوتي واخواتي، ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي. الجزائريين وحتى الحراقة الجزائريين اثبتوا ان الجزائر حضارة كبيرة جدا. الشعب مثقف اتم الثقافة، ورغم انهم تظلموا ما تسبوا في حتى اذى للشعب الفرنسي، بل فرنسا تعترف انه هذيك الاحتجاجات وذيك الفوضى وذيك التكسار وذيك السرقات اللي ناضوا بعد الاحتجاجات في فرنسا كلها كانت من فعل الفرنسيين وليس من المهاجرين. ومن بين ذوك المهاجرين اللي كسروا الحوانت، نسبة قليلة منهم فقط قامت بتكسير الحوانيت. يعني ذوك نوريكم جيرار دارمانين وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن هذا الموضوع، وقال لهم ردوا بالكم تلوموا الحراقة والمهاجرين، وقال لهم باللي حتى انا العائلة تاعي وهو عنده جزء منه جزائري جاي من الحراقة. فالاول قبل ما نوريكم اعتراف فرنسا، نوريكم فيديو يثبت بالدليل كمية حضارة الجزائريين وكيفاش الجزائري كان يمنع في اخوه يدخل يكسر الحوانت. شوفوا هذا الفيديو واش كان يقول له. دقيقة. ذكي يا روحو ما حيطر تقو حانوت يا اخو. هاي نحوس على الحرب انا. ام جو قلع قلع قلع. شفتوا خالتي يقول له زكي يا الروح ورامي حوس يطردقوا حانوت، معناتها ايا خلينا من كلهنا ندخلوا معاهم حنايا، ما احنا الجزائريين ما تحضرين ماناش تاع مشاكل. عادوا شوفوا معايا الفيديو هذا خالتي، هذا الفيديو شباب بزاف انا يعجبني، وهذا هو عقل الجزائريين كيفاش يتعاملوا مع الاوضاع. شوفوا مجددا. زكي يا الروح وما حيطردقوا حانوت يا اخو، هاي نحوس على الحرب انا. ام جو قلع قلع قلع. قال له هاي الروح، يعني مشي هو جبد روحه وراح برك. لا حب ما يخليش هذا صاحبه زكي باصي هو ثاني كما كان يحث خوه ما كان له يصدمه ويديروا كيما راهم يديروا هذوك الجهله الحيوانات. وايضا كنت تحدثت على هذا الفيديو مقبل، وكي تشوفوا هذا الفيديو خاوتي تشوفوا باللي هذو الناس اللي راهم يشاركوا في هذه الاحتجاجات كلهم فرنسيين. شوفوا مثلا شكل هذا الشخص بينما هو جزائري، جزائري تقدر تعرفهم من الوقفه تاعهم ومن الحوايج تاعهم، هذا ايضا ماهوش جزائري. وكاين ثاني البنات لابسين هكذا لي شورت صغار باينين ماهوش جزائريات قاعدين يجروا معاهم في ذيك الفوضى. الان خاوتي ننتقلوا للخبر وين فرنسا تعترف. فرنسا اعترفت بكل شيء، اعترفت باللي اللي راهم يديروا في الاحتجاجات في فرنسا كلهم ماهمش لي فرنسي، وهذا من لسان وزير خارجيه، عفوا اللي يديروا في الاحتجاجات ماهمش جزائريين ولا ماهمش مهاجرين وحراقه، كلهم لي فرنسي هما اللي يتسببوا في هذه الفوضى مثل قضيه لي جيلي جون. شوفوا معايا مقطع من الفيديو اللي يوصف هذا الامر. دغمانا شغال في البرلمان وكاع الحراقه نقول لهم انتوما لي زوم ميرسي بوكو وشرفتونا. Moins de 10% des 4000 interpellés étaient étrangers, monsieur le député. 90% étaient français. دوك نشرح لكم مليح مليح واش قال خاوتي. قال فقط اقل من 10% من المعتقلين في هذيك الاحتجاجات هم مهاجرين، بينما 90% من المعتقلين كلهم فرنسيين. نزيدكم حاجة خاوتي، هذوك 10% من المهاجرين اللي تم القبض عليهم 0.1% منهم جزائريين، فالمهاجرين اللي في فرنسا مش كلهم جزائريين كما على بالكم. من أصل 10 ملايين مهاجر في فرنسا 4 ملايين جزائري، أي 40% من كل المهاجرين هم حقا جزائريين. كملوا معايا الفيديو. 40 personnes seulement étaient éligibles à un centre de rétention administratif. La question d'aujourd'hui, c'est ceux des jeunes délinquants, pas des étrangers. قال لهم 40 فقط، يعني من اصل هذوك 4000 معتقل كومبلي 40 من اللي حكمهم ما عندهمش اكوارط، ومن هذوك 40 يا ربي 4 منهم فقط جزائريين. يعني عاد الجزائريين اللي دخلوا يكسروا ويدخلوا يسرقوا ما اكزيستيش اصلا. شوفوا معي الفيديو. شوف البغل تاع الديبيوتي ذاك الاحمق كي داير وجهه، ما عجبوش الحال، كان حابها تحصل بس في المهاجرين، وكان حاب زعما يثبت زعما كانوا حابين عندهم وجهه نظر، حابوا يثبتوها للعالم كومبلي، حابوا يقولوا بلي المهاجرين راهم يخسرونا بلادنا وعليه لازم نخرجوهم كاع من البلاد. ولكن تقدروا تشوفوا ذاك الغضب اللي كان في وجه الديبيوتي. استنى نعاود نوريها لكم خاطر. شوفوا مليح وجهه خالتي، شوفوا هذا الاحمق.
غادي كي يتفضحوا خالتي قلبي يبرد. نكملوا الفيديو. فهمكم شا قال؟ قال لهم باللي ما تحصلوش في الحراقه، قال لهم 40,000 انتربيلاسيون في 4,000 ولكن نكملوا. الاحداث اللي صاروا، قال لهم باللي غير اقل من 10% عندهم لا كارت دو سيجور و 0.1% حراقه، يعني في هذه 40,000 واحد اللي قضبوهم غير 40 واحد ما عندهمش الكوارت، هذا ما كان. قال لهم ما تحصلوش في الحراقه، مشي الحراقه اللي ساقوا ومشي هما اللي خونوا ومشي هما اللي حرقوا. وقال لهم باللي كاع حنايا رانا ايسيو ديميغراسيون، يعني والدينا ديزيميغري وحنا نسكنوا في لي كارتي بوبيلار وكلشي، يعني ضهمنا طلع الاعلام تاع الحراقه. تحيه للحراقه وتحيه كاع الحراقه. هذا الدارمانة خاوتي باباه زاد في الجزائر، لهذا هو يحس بالحراقة مليح مليح ويحس بالمهاجرين اللي شافوا الحوانيت يتساقوا وما دخلوش روحهم. تحية للحراقة اللي كي شافوا الدعوة مخلطة قالوا باللي ندخلوا الجامعة احنا خاطينا. انا وريت لكم فيديو يثبت شرا يقول هذا السيد خاوتي للإشارة، تيك توك تاعو اروباز ام او 7 ار ار ار. دخلوا تفرجوا خاوتي، عنده فيديوهات جميلة جدا يتحدث فيها على هذه المواضيع. نكملوا الفيديو. تحية للحراقة اللي ياكلوا الحلال، تحية للحراقة اللي مساكينهم يشوفوا الغاشي يسبوهم ويعايوهم ويقولوا لهم انتوما سراقين وانتوما وانتوما، يقولوا لهم معليش نبغي ربي يخلص وعيني تشوف. السلام عليكم. كما شفتوا خاوتي كاين ايضا بعض الحراقة مساكين اللي تلفتنهم وعن بينهم بلي هذوك اليوم يصدموا على الحوانت الجزائريين، من خرجوا في فيديو يحثوا فيها الجزائريين باش ما يديروش مثل هذه الافعال، ولكن هما ماهمش فاهمين بلي هذيك الافعال اصلا ماهيش ناجمه من الجزائريين. يعني الجزائريين ماشي فقط نددوا بهذيك التكسار تاع الحوانت بل وحثوا الجزائريين على عدم القيام بهذا الامر، لكن هذا لا يعني ان الجزائريين سكتوا على حقهم، بل الجزائريين هم سبب شرارة هذه الثورة الضخمة، لأن واحد منهم مات والجزائري عمره ما يسكت على حقه. نوركم فقط مقطع من الفيديو اللي حقا صراحة ما عجبنيش، ولكن يبين على الأقل عقلية الجزائريين السلمية. السلام عليكم زيري يا خوتي، يا غلالة زيرية تاوعنا اللي راه معنا في أوروبا، وكاع الله يفتح عليكم خوتي فهموني، أنا تاني حراقي كيما نتوما، فهموني خوتي عم بشي يباني. لا بغيته ربي، لا بغيته ربي، لا ربي طول في عمار ولديكم وان شاء الله يا ربي. تانتيغراو تانتيغراو شويه تانتيغراو شويه، راكم في سيد هذا مسكين تانتيغرا فوق اللازم، راه داير شعر يعني ما نضحكوش على المظهر تاعو خالتي، ولكن تقدروا تعرفوا بالمظهر باللي راه حاب ينتمي بكل طاقته، لكن وجهه يقعد جزائري، ما تقدرش تهرب من هذا الامر. اولا، ثانيا لازم لك تهضر على حقوق، لازم تديفوندي على حق خاوتك. هذه الثوره ما نضتش باطل، تحقر فيها جزائري، تقتل فيها جزائري. اذا كان عندك دم الجزائريين راح تغضب انت ايضا، ولكن للاسف الحراقه هذو المهاجرين هذي راحوا حلوا في فرنسا، كان ماذا بهم فرنسا تقعد هي افضل الدول في العالم باش تخرج على الوضع تاعهم ثماك وما يكترثوا حتى جزائري يموت ولا يقطعوه. المهم يقول لك يا ودي ما تبهدلوناش وما تلصقوش فينا التبهديل انت. بلا خاوتي، واش رايكم في هذا الموضوع انتوما؟ خبروناكم في التعليقات. كما شفتوا هذا هو موضوعنا لليوم، اذا شفتوا فيديو اخر حبيتونا رياكتيو عليه ارجوكم ابعثوا لنا الرابط. شكرا على المشاهده والى اللقاء.